لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان معك سوى قدبين أن عشر كأفرتان يتضبط تفسير كقرآن كريم كا عشر كان نوح مانتا كبل لابنا يا آيات لحدا إيا أفر سورة آل عمران. آيات إلهي سبحانه وتعالى وعو كليه النبي عليه الصلاة والسلام مركي نمانكي نصارى أها نصارى نجران خلاف كودو أوبطي أن واتي آياتي هراء وغسو شاكيني haddii ay wax kala diideen in oo ay mubaahala u yimaadaan iyo in la isxabaaro ee ayna ka cabsadeen ilaahayna ka bacdi uu yiri intaas waa qisooyin xaq wax lagaaga sheekeynaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Marka ilaahay wuxuu leeyahay nabiga wuxuu ku leeyahay nimankii haddii ay war kala diideen yahuuddi iyo nasaaradii iyo kulli waxaa tiraahdaan u kaalaya kelimad annaga dhannoo sinan oo ilaahay waxdaaniyadiisa inaan qirno oo aanna waxba u shariik yeelin aanana is addoonsano barkeen barka kala rabiyaal ka dhigan. Aayaddaasaan hadda galaynaa. Aayaddan sidoo kale waa aayaddii nabigu calayhi salaatu wasalaam muluugtii iyo boqoradii uu u diraya warqadaha uu u qoray qaarkood sida Hiraqloo kale. Ilaahay wuxuu yiri qul waxaa tiraa xabiibka Muxamedahu يا أهل الكتاب كتابك أهل كيسيو تعالوا كاليا إلى كلمة كلمة كاليا لا إله إلا الله دي أي كلمة لغا عبري جملة داس كلمة داس سواء سمن بيننا أنك يو بينكم أدين كدحدين كلمة أن أسمن نهي أو أن أكلا سوكين أكاليا كسور دوادة كلمة داس ها تعالوا كالايا إلى كلمة كلمة وتوحيد كيه وكالايا كلمة سوى سواء سمن بيننا أنك يو بينكم لحدينا نو سمنو كلمة أنن كالحيقين وأن أكال سوكين وكالايا ما هي تاي كلمة داس ألا نعبد إنا نعبد أكالايا أن إلا الله إلهي ما أنا عدكال إنا نعبد أو ولا نشرك أن نلوذ أجن بها ألا شيئا وحبا أن نلوذ أجن عزير أنك إلهي ألقى كسار نبي عيسى أنك إلهي مجرته نبي عيسى إلهي مجرته وحك لي أو إلهي والله حق وحأن لوذ أجكرننا مجرته أو ولا يتخذ أوسا كلقا بعضنا بركان بعضا بركة كالي ربي أربابا ربيال أوزا كالدغن أربابتو من دون الله إلهي كسوك أحد أما من دون الله إلهي كسوك أوزا كالدغن وإن أن إلهي إذن أهين أن عابدين أو أن إلهي وحلو دا جن بركان بركة كالي أوزا ربيال كالدغن أو أن إس أدونسن إيا سيدو كالي وحا كمي دا بركة سيدو وحل إسكوك أدونسو إن أي مثلا بوح بدلان inay wax jideeyaan in oo maaragta wax ay soo saaraan markaas inay wax sheegaan waxaas oo dhan ayaa soo galaya ha quraanka kitaabka inay tacriifiyaan inay maaragta ayagu inta taliyaan ay xaq ka hor istaagaan waxaas oo dhan rabbinimadkii soo galayaan wala yattakhidha usa ka dhigan bacdura barkan bacdan barka kala arbaaman rabbiyal min duunillahi alla ka soo kana ay ka dhigan fa inta walaw haday jeestaan oo diidan oo markii aad tiraahdeen kelimadaas aa u simannahay u kaalaya haddii ay aqbali waayaan faquuluu waxaad tiraahdaan ishhaduu marakaca marqaati ka ahaada bianna annagu ishhaduu marakaca bianna annagu muslimuuna inaan nahay kuwa hoggaansamayo ilaahay u hoggaansamay war annagu inaan ilaahay u hoggaansanayo muslimiina adinkuba maraka ahaada annaga ilaahay baa caabudaynaa uma shariik yeelayno اسم أدون سرينو سيداس مرقاتي كادان فإن تولو هدي أي جيستان وحق ديدان وكلمة داس أي إذن لقادة ديدان فقولوا وحا تراهدان أدينك مسلمين تا
ايش هادو مرغاتي كا هادا ادنكين كوينا غاليدا او الله اني عابدان ديدي بأن انغو مسلمون انا مسلمين هاي مرغاتي كا هادا. يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد الهي سبحانه وتعالى ايضا حنو شيغيا مركي يهودي يا نصاردي قولكستاي اي نبي ابراهيم شيغت او يهودي اي راهدين نبي ابراهيم يهودي اها اي راهدين نصارى نوحي اي راهدين نبي ابراهيم مسيحي اها اي راهدين اه او نصراني اها الهي مركه وحولايا هي واحد كنت بالكي ور اهل الكتاب او يهودي النصارى محاد نبي ابراهيم او دوديسان او قال اي اولاده هو يهود قالنا اي اولاده هو نصراني ايدو توراة يا انجيل لسود دجي نبي ابراهيم كبعد هرت يهودي حقيقه تيمد دينتي نبي موسى لو سو دجي كتابك التوراة اها دادك راعي وي يهودي نبي عيسى دينتي لو سو دجي كتابك انجيل دادك راعينا وا نصار نصار يا 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 يهودنا ديمهود واخ بدن نبي ابراهيم كدنبين او وخا ليرا نبي ابراهيم يا نبي موسى كون سنة عملا ودحيسي نبي موسى نبي عيسى لبا كون سنة ودوا ودحيسي مركا نبي عيسى نبي ابراهيم وقتيسي ما با اي سنجرين با يهودي النصاري مركا سو بين عظمهم يهود دينتا ايه واخ بدن اي كدنبيسي نبي ابراهيم يا نصارى دينتا اهن النصرانيه واخ بدن اي كدنبيسي نبي ابراهيم مركا سببو كو اها يهودي النصاري ما هين منا وحو أها مسلم إلهي أهو قان سمي وحق رسول إلهي وحو إلهي يا أهل الكتاب كتاب كأهل كيسيو ويهودي نصارى دي لما تحاجون محاد أقود دو ديسان في إبراهيم النبي إبراهيم وقال أي أولاده ويهودي يهودي صاد محاي أولاده ونصارنا أولاده هو نصراني والحال ما أنزلت التوراة توراة أن لسود الجن يوال إنجيل وإنجيل إلا من بعد أساك بعد ما هنه ايضهم بانجيل التوراة باسيك بعد لسود الجيي ها او سبا اساقوا اقوين محاولة دي يهودوها يا نصاروها افلا تعقلون ورميانا وحقرانين عقلقون بيوسا شاقينين الهي وحولي ها وربراروغي انتم ادينكو هؤلاء يا هؤلاء كوانو ها وربراروغي اسود جيستي انتم ادينكو هؤلاء يا هؤلاء كوانو حاججتم وضودين فيما شيء دحديسات كود دودينو اسكو قبصتين كاسو لكم و ادينك ايدي اهاداي بي اسغا علم اقونا ايدن كوغو اهاتاي وحاد علم اولادينات كود دودينو ارنتي نبي عيسى نبي عيسى ارنتيسا وا كود دودين كو ها نبي عيسى ارنتيس وا اسكو قبصتين وايهي وايهي وانا علمي انا اولادينو لبدي نبوا كور هاي سن تاريخ ديس فلما تحاجون محاد أقود دايسن فيما كيد حديث ليس لكم وصيدين أهين به كاس علم أقان علم والنبي إبراهيم إلا النبي إبراهيم لبدي نكتاب وكور هاي توراة وكور هاي إنجيل وكور هاي دين تيهودية دي دين تنصرانية دا لبدا وكور هاي محاد مركو أقود دايسن علم بأمله دين ها ها ورهاي براروغا أنتم أدينكو هؤلاء يا هؤلاء كوانو حاججتم وضودين فيما كيد حديث لكم وإذين أهاضي به أساق علم علم وإذين كو أهاضا كو ضودين فلما تحاجون محاد أقود دوديسان فيما كي ليس لكم وسأدينك إذين أهانين به أساق علم علم وسان إذين أهانين ودن علم أولاهين محاد أقود دوديسان والله إلهي يعلم وأوجيه حالك النبي إبراهيم وحو أها إلهي بأ الله سعوده وانا عدّي دونا آيادان سو سعوده إلهي كو عدّينا يا وانتم أدين كنا لا تعلمون مؤقي دين ومتغاني النبي إبراهيم وحو أها هذا بها داربتان نبي إبراهيم وحو أها واكن ما كان إبراهيم نبي إبراهيم ما أهين يهوديا يهودي ما أهين ولا نصرانيا نصراني مسيحيا ما أهين لبضب ما أهين محو أها ولكن لولا بي كان وحو أها حنيفا مثل لاحضي وديمها ححم ودنك اللاحضو دين تحقق الله حضي مسلما مسلم هو الله هو جان سموه تاس أجاد مرك
يهوديوس أهين نصرانيوس أهين مسلم حنيفها حنيفا مسلما حنيفا من اللي حضر ديمي حما كل هذا كو ونكس دينته ونكس أقول لي مسلما إيه هو سمي وما كان من أهين من المشركين كو على أشريك يلو أدين كون نبي عيسى إنك إله هي أي عزيرة إنك إله هي أي وحصد بكو شريك يشن أسوى وحشرك يا إله لما وذاكين هذا النبي إبراهيم يقول له وادين كأدين كشاجنا يا ما بقى جوكتان نبي إبراهيم دتك أقول له نواكوان أسوى النصراني ما هين يهودنا ما هين مسلموها يا راعي واك إن أول الناس دتك كان كو وحبون أقول له وحقصن بإبراهيم النبي إبراهيم كو ومضن وحقل وقول للذين وكو اتبعوه أسجل راعي وقت جيسي كو راعي وقت جيسي وي كو سدد وقولوا إن أول الناس دتك كو أوليسنا وحبن ومضن وحقل وقول بإبراهيم النبي إبراهيم للذين وكو اتبعوه راعي وقت جيسي كو رميوي إيوا هذا النبي النبي كان والنبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي كاننا أسجى أقوى ليس ندتك. إيا والذين كوي آمنوا على رمي. ومؤمنين النبي محمد راعي. ها. نبي محمد إيا مؤمنين توقت جيسية. إيا كوي النبي إبراهيم راعي. أنت أسا أولى أقوى النبي إبراهيم. أدين كبانت شيء إنسان كوا ليهودي وها. إيا كوا النصراني وها اللبض وبانت شكت. والله إلهينا ولي المؤمنين. مؤمنين تولي جود ويو. سجى أموره ذا إلهي تولي أقوما. ayadan hadda galayna ilaahay wuxuu noogu sheegaya qayb oo kamida ahlu kitaabki ayaa asxaabta qayb kamida tashkiiliyeen oo diintooda ka tashkiiliyeen oo diimihii baadilka ku tashkiiliyeen markaas ilaahay ka jawaabaya waddat waxay jiclaatay waddat waxay jiclaatay daa'ifatun koox oo min ahli kitaabi kitaabka ahlkiisa kamida yahuud iyo nasaar wey law yudillunakum an yudillunakum an yudillunakum ina idin lumiyan أن يضلكم أنا إذن لوميان أنا إضلالكم كوح يا وحي جعلاتي لو يضلونكم إضلالكم أدين كاللومنتين لاللومنتين أنا إذن باديين جعلاتين وما يضلون لكن ما باديين يان إلا أنفسهم نففيا الكود ما أحانا وحكا لما باديين يان أياغا إس باديين يو باديين تاس نتيجة كان لنا يسو إلهي عرديسا أياغا كسو الله بنايسا وما يشعرون أيقون مؤقا لما بسعدان عدة أي باديين أيان الدنبقى سكرنا عيساه إنا أيقاته وإيه يا أهل الكتاب كتابك أهل كيسيو لما تلبس لما تكفرون محاد أبين نيسان بآيات الله إله آياته سمحا أبين نيسان وأنتم أدينكو تشهدون كمرقاتئة آياتها إلهي آياتها النبي محمد تلماما يا كمدا آياتها النبي إبراهيم تلماما يا كمدا نبي عيسى قوة الماما يا كمدة كتابك النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم قوة الماما يا كمدة كتابه هو دوحي كوي الله حق هاي رن أيه كفرنا يعني أيه جو لما تكفرون بآيات الله إلى آيات كسم حاوج كفرنا إنسان وأنتم تشهدون أدينكم مرقاتك يا أهل الكتاب وكتابك أهل كيسي وضد كتابك السيو يهودي النصارى لما تلبسون محاض وقصة إنسان وده إنسان الحق حق بالباطل باطل محاوج ده إنسان وحوي وحي حقا هاي وحي بادلك اسكو نحقرين ايان او وطاكتمون او قرين ايسان الحق حقي تلمانتي النبي محمد قرين ايان عليه الصلاة والسلام حقي او قرين ايان واسكو قصيان نبي إبراهيم يهودي وها هل كان اهد قولان نبي إبراهيم نصراني وها آياده نبي محمد شيغي تلمام ايما شيغي او قرين ايان وانتم تعلمون ادينكو او محا حقا او قرين ايسان او تلمانتي النبي محمد يوك يا أهل الكتاب والكتاب الكيسي ولما تلبسون محاد وقصيسان وقلهيسان الحق حقي بالباطل باطل محاد وقلهيسان أو تكتمون أدنى وقرنيسان الحق حقي وأنتم تعلمون أدينك الله سعدة أدينك أق محاد وقرنيسان هل كان إلهي وحن نوغ الشيقية أهل الكتاب كإنما نكمل أي وحيران مركز تابو المسلمين تا سي دينك ودوغو تشويشيان هاد بلين عيكسو قليان markay wada ku guuldareystaanba wada kale ayay ka soo galayaan markaas waxay yiraahdeen muslimiinta hadaba tashush aan uga furna diintooda tashushkaas waa nooc waxay yiraahdeen maalinka galinka hore diintoodan rumaynaynaa oo muslimnimadkan la qaadanayna salaadi ayaan la tukanayna salaadihi
doorkii hadday rabto casirka la noqoto aan la tukanno gelinka dambana aan ka baxno diintoodii oo ka laabano markaas waxaa la leeyahay war dadkii aqoonta lahaa ee ahlu kitaabka ahaa ee diintan saaka soo galay waa ay ka laabteen marka waxa ay uga laabteen macnaheedu waxa weeye diintana xaq ahayn qalad ay arkeen hasaasana la leeyahay ee maalin kasta aan saa sameynayna tashuushkaas aan ku furno si muuminiinta qayb ka mid ah tashuush ugu dhaco ay yiraahdaan war waxa nimankan aqoonta leh oo ahlu kitaabka uga laabanayaan qalad jira weeye saas aan niraahna yiraahna ilaahay marka uu ka sii digaya ilaahay wuxuu yiri waqaalat waxay tiri daa'ifatun koox oo min ahli lkitaabi kitaabka ehelkiisa ka mid ah aaminuu rumeeya biladii kii rumeeya unzila lasoo dejiyey cala aladiina kuwii korkooda lagu soo dejiyey aamanuu alla rumeeyey waxaa kuwa alla rumeeyey waxa lagu soo dejiyey rumeeya wajha nahaari maalinka bilowgiisa wakfuruu ku kufriyo beeniya aakhirahu maalinka dhammaadkiisa gelinkiisa dambe lacallahum waxaa dhici karta oo ay mudan yihiin yarjicuuna inay laabtaan markaa shaki inta ku dhaco saasay yiraahdeen laakiin ilaahay ka digay waqaalat waxay tiri daa'ifatun qayb oo min ahli lkitaabi kitaabka ehelkiisii ka mid a aaminuu rumeeya biladii kii rumeeya unzila lasoo dejiyey cala aladiina kuwii korkooda lagu soo dejiyey aamanuu alla rumeeyey muminiinta wixii lagu soo dejiyey rumeeya wajha nahaari maalinka bilowgiisa awalkiisa rumeeya salaadihii la tukada gelinka dambe haddii la gaarana wakfuruu ku kufriyo beeniya aakhirow maalinka dhammaadkiisoo gelinka dambena beeniya markaas muminiintii shakiga ku dhacay lacallahum waxay mudan yihiinoo imaa karta yarjicuuna inay ka laabtaan diinkooda inta shaki ku dhaco ilaahay laakiin muminiinta uga digay waa la fahansiiyey aayadda aan hadda gelayna ilaahay wuxuu noogu sheegayaa weli hagardaamadii ayay wadaan nimankii yahuuddii iyo masiixiyiintii kulli yahuuddu waxay og yihiin iyo masiixiyiintu intuba in diinta nebi maxamed ay xaq tahay nebi maxamedna uu rasuulka ilaahay yahay ayay og yihiin marka dadkoodii tababarayaana waxay leeyihiin war haddaad u rumaysaan nebi maxamed iyo waxa lala soo dejiyay haddaad u rumaysaan iyo muuminiinta waa khatar maalinka qiyaamana xujada inkaga adkaanayaan marka waxay leeyihin sideedaba wax diintaas aada haysataan qaato ma ahane cid kale ha rumaynina in xaq la siiyey cid kale in xaq la siiyey ha rumaynina haa kitaabkaas iyo waxaas idinku ah haysataan qofkii raaco maahane qof kale xaq in la siiyey ha rumaynina kow ama maahane ha u qirinina inuuba xaq ku sugan yahay taasaa ilaahay sheegay ilaahay wuxuu yidhi walaa tu'minuu waxay yidhaahdeen ayagii weli leh walaa tu'minuu ha rumaynina oo iimaanka ha u muujinina ilaa liman ruux maahana tabica raacay diinakum diintiina maahana qof kale iimaan ha u muujinina ilaahay marka hadalkan soo dhexgeliyo warkoodu inuuse waxba tarayna a la soo dhexgeliyo waxaa la yidhi qul waxaa ku tiraa nabi maxamedow ina alhudaa hanuunku hudallahi ilaahay hanuunkiisa weeye marka waxay yidhaahdeen hanuun ha u muujinina qof idin raacay maahane oo maxaan la rumaynayn an yu'taa in la siiyey ha rumaynina axadun qof mila maa uutiitum waxaa la idin siiyoo kale in qof la siiyoo kale ha rumaynina waxaa la idin siiyoo kale in qof la siiyey ha rumaynina aw yuxaajuukum in ay idinka adkaanayaan muminiintu ha rumaynina cinda rabbikum rabbigiin agtiisa inay dooda inkaga adkaanayaan aw yuxaajuukum muminiintu inay dooda idinkaga adkaanayaan cinda rabbikum rabbigiin agtiisa inay dooda idinkaga adkaanayaan ha rumaynina saas ha rumaynina marka iimaan noocaas ha aamininina oo xaqooda kutubtooda waxaasa ku yaalla muminiinte waana ogtiina adinku macnaha warkaas ha rumaynina dhanka kale waxaa lagu fasiraa oo kale walaa tu'minuu ha muujininoo ha qirinina oo warkaas idinku waa la socotaan ha qirinina marka an yu'taa in la siiyey axadun qof oo mila maa uutiitum waxa la idin siiyo o kale in qof la siiyey aw yuxaajuukum ama maaragtay inay idinka adkaanayaan muuminiinti dooda idinkaga adkaanayaan cinda rabbikum rabbiga agtiisa maalinka qiyaamo taasna ha qirininoo ha ogolaanina ilaa liman maahana qof dad maahana ha u ogolaanina tabica raaci diinakum diintiina oo dadka adinka idin raacay warkaas u sheega adinka hoos waa iskugu sheegi kartaan in oo muuminiinta maaragtay
معناها كتابكي نو كالي دد لسي وحا حقا هاي ستين يعني دد أهل حق إني جران ومؤمنين تو حقيهين إني مالك قيام ضد إذن كاقا أتكانا يان إذن كوسو إسكو شيكرت لكن مؤمنين تو شيكنين ولا تؤمنوا هرمينينا أن يؤتى إن لسينا يو أحد نقف مثل ما أوتيتم محل إذن سيو كالي انقف لسينا يو هرمينينا أو يحاجوكم إن أوددك مسلمين تا يدود إذن كاقا أتكاد دونان هرمينينا عند ربكم ربكين أكتيسا أي دود إن كاقا أتكاد دونان مالك قيام تاس هرمينينا أو إيمان كاس قيرتان كاس هسامينينا ها قيرينينا إلا لمن روح معهاني ها أو وركاس وحا أو أغشين كالية أو رمينا إسان إلا لمن معهانا تبيع الرعي دينكم دينتين marka marna waa hab rumaynino wax la rumayno xaq la siiyo ahayn dadka idin raaci ma jiraan marna waxa weey hamoojinina hadalkaas oo waa jiraan muuminiin kitaab la siiyay oo hadhow qiyaamada idin ka adkaanayse ha sheeginina warkaas illa liman tabi'a diinakum dadka diintina raaci ma han cid kale ha sheeginina ay leeyeen markaas ilaahay marka wuxuu leeyahay qul waxa tiraa nabii maxamed oo innal huda hanun ku hudalla ilaahanun ku isaway marka ama qari ama ha qarinna أدنى مقال دي كرتان إهانوكو كان علاوهي مارك إلهي وحو إلهي ولا تؤمنو هرمينينا يرهدين إلا لمن روح ماهان قفك لها هرمينينا تبيع الراعي دينكم دينتين قفك لها هرمينينا كاس ماهان أما قفك لها وركاس هاو الشيقينينا قل وحا ترى إن الهدى هنوكو هدى الله وإله نوكيس أن يؤتى إن لسيي هرمينينا أما هاقيرينينا وهاشيقينينا همبوجينينا أحد قف إن لسيينا يوه مثل ما أوتيتم محل إذن سيوك على إن قفل السينا يو وقفل السيكرة هالشيقننا أما هبليف كريننا هروميننا أو يحاجوكم أما الضوضة إن أي إنك قاعد كان يان مؤمنين عند ربكم ربكين أكتيس إن إنك قاعد كان يان هالشيقننا وكرها وشيقننا أما رتاي هروميننا قل وحاترا نبي محمد إن الفضل فضلك iyo wax bixinta oo nabi nimadka iyo kitaab la soo dajiyay intuba la bixiyay biyadillaah ilaahiyadiisa ku jirta oo ku jira yadi alle ayaa fadli ku jira iyo tihi alla wuu siya man yasha qof ku doono marka adinka rumayntiina iyo rumayn laantiisa waxba kuma xirnaba waxa soo dhan waxba kuma xirna wallahu ilaahina wasi'un alla fadligiisu waasac yahay weey oo ballaaran yahay aleemun hadana alla أقوية ماشا كوهبون وي عدا كوهبون يختصو الله وحو كوغوني يلا برحمته نحريستيس أو النبي نمت كي إيو وحو كوغوني يلا من يشاو عدي الله ودونو كوغوني يلا نبي نمت كي وحاصران إلا عدو دونو كوغوني يلا يا مركا هدي النبي محمد لسيي هدوا إلهي أساقع إسكالة الرسالة عدو دونو سينيا والله إلهينا ذو الفضل فضل الله أمالك وي فضل الله أساقع إسكالة فضلك العظيم وينا وأن النبي نمت كي يكمل هاي الساقة إسكالة عدو الدونون السينة يا عدو الدونو هدو الرب ويسعدين كان كمل هاني انت سنة عشر كان نكو جوجينينا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.